أم علي تسأل عن إفراد الاثنين بالصيام دون الخميس، وتنوي بذلك أيضا تدخل في ذلك نية صيام 3 أيام من كل شهر. نعم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. فهو يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال: تفتح أبواب الجنة يومي الخميس والاثنين. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلا شك أن صيام يوم الاثنين فضيلة وسنة، ولا يلزم معه أن يصوم يوم الخميس. إن صام معه الخميس فحسن، وإن لم يصم وصام الاثنين فإنه قد صام يوما فاضلا، قد جاءت السنة ببيان فضل صيام يوم الاثنين وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يوافق به وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، فإن الشهر يكون فيه 4 أسابيع، فيكون قد صام أكثر من 3 أيام. ومن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الشهر كله، فبذلك يكون قد كأنما صام الدهر كله. نعم.